أن نتقيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي افعلوا كل طاعات تقربكم إلى الله، كل ما هو يبعدكم عن الله ابتعدوا عنه، وكل ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم. يبقى أن تتقوا الله كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة هو أن تفعل كل الطاعات وتبتعد عن كل المنهيات أو ما نهاك عنه رب العزة. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى أن احنا نتجي ربنا نعمل كل المطلوب مننا على قد استطاعتنا، بس أهم حاجة نبتعد عن اللي ربنا نهانا عنه. نهانا عن القتل، عن الإيذاء، عن الفحشاء، عن قول الزور، أي شيء نهيت عنه ابتعد عنه. ده مش كده وبس، حق تقاتل. يعني شوفوا بقى لما واحد بيقول لك ايه احترمني أفضل احترام، شوف بقى تعمل معاه ايه. ده بقى خد بالك من اللي بقوله، اوعاه كويس. فربنا بيقول لك اتقوا الله حق تقاتل. ادوا ربنا حقه في التقوى. اتقوا ربنا يعني خافوا، يعني اعرفوا بان فيه بكره حساب وعقاب. يا ايها الذين امنوا جمع، اتقوا ادي جمع، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن جمع. شوفوا خد بالك كل الاربع ايات كلهم جمع على طول. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عشان تشوفوا ربنا طالب مننا ان احنا نبقى ايد واحده، قوه واحده، عصب واحد، كلمتنا واحده، عاوزين نبقى كلنا في خندق واحد. كفايه تفرقه. احنا النهارده لما تفرقنا ضعفنا، بيجينا النهارده زي بالظبط كده الطائر اللي بيجي بياخد الفريسه بتاعته لانهم بعاد عن بعض، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. كل ما نتفرج عن بعض كل ما نبقى ضعاف، انما كل ما نتقرب من بعضينا نبقى ايد واحده وقوه واحده، وما فيش حد يقدر يكسرنا، ما فيش حد يقدر يتطاول، لان اللي هيجي يقول لك حاسب دول اكتار. خلي بالك دي العيله كلها ملمومه، اللي هيدخل وسطهم هياكلوه. يبقى كده الناس هتخاف تعمل لك 100,000 حساب. انما نبقى كل بيت وحدي في العيله، من السهل ان احنا كل بيت يتضرب وحدي. انما لما تبقى العيله كلها واحده بقى، سلاحها واحد وقوتها واحده واكلها وشرب واحد واقتصادها واحد وزراعتها واحده وكل الامور بتاعتها واحد، الكل هيخاف، كل هيخاف يقترب لكم. انما نبقى متفرقين دي المشكله. يبقى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هنا بقى لازم نعرف بان الاسلام لم يطلب منا الا التقوى. هو ربنا طلب منك ايه يا مسلم؟ طلبك انك تكون تقي، يعني تعامل الناس معامله سواء، يعني المسلم وغير المسلم لهم حقوق عليك، يعني الدوله دي ليها حق على الدوله التانيه، يعني البيت ده ليه حق على البيت التاني، يعني اخوك ليه حق عليك، يعني اليهودي والمسيحي او النصراني ليه حق عليك. احسن تفكر نفسك، ده التقوى دي حاجه عظيمه، ده هي اللي هتدخلك الجنه، ده هي اللي هتنقذك من النار.